وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة مع بعض البساطة والسهولة، المسقعة البتنجان، يعني لحمة وبتنجان. فاحنا عايزين نغير فكر البتنجان من المسقعة نعمله بوفتيك. أكيد الأولاد والأطفال بيحبوا الأكلات اللي فيها بانيهات أو مقلية أو كريسبي. هنشوف نعمل إزاي البتنجان النهاردة، الشرايح مقلية بوفتيك مع لحمة مفرومة مع الخبرة الطهوية، بالتأكيد هتعجب حضراتكم، وحاجة سهلة كده لكل أمهاتنا هتعجبهم وتبقى لطيفة. نقدم معاها صوص طماطم، نقدم معاها وايت صوص حسب الرغبة. معانا النهاردة رز بالبسلة والجزر لكل سيدة عظيمة، طبعا ربنا يقومها بالسلامة الحامل. البسلة غنية بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم ده بيلعب دور البطولة في تغذية الجنين داخل أمه في فترة الحمل. فالنهاردة هنعمل الرز بالبسلة والجزر، هيعجب حضراتكم، تقدروا تحط عليه شوية مكسرات والتوابل اللطيفة الجميلة، هيكون طعمه لطيف، والبسلة والجزر كمان غنية بفيتامين سي. ولكن الطماطم لنا موقف معاها، بنشربها عصير، ممكن بنعملها شوربة تبقى لطيفة وجميلة. إنما طماطم محشية بفكر طهوي جميل، هنشوف نعمل إزاي الطماطم المحشية بالرز والزيتون والجبنة، حاجات لطيفة وجميلة. تعالوا مع بعض نعمل طبق رز بالبسلة والجزر. مقاديره على الشاشة، ولكن الخبرة الطهوية وحبك للمطبخ هو اللي بيغلب على الموضوع هنا. تعملي شوية رز مفلفلين مع البسلة والجزر. المقادير على الشاشة: بسلة، جزر مبشور، زبدة وزيت الاتنين مع بعض مشتركين، وبصل متقطع ناعم. بتنجان عجبني قوي في قلب الزيت على فكرة. غيرنا مفهوم البتنجان من المسقعة، خليناه بوفتيك. شرايح البتنجان يا غالي تفك مين بس، دي ألف باء مطبخ لما تفك بقى. يبقى كده نقدم الاستقالة، شايفين ازاي لازم تمسك نفسها. هنحط هنا شوية الزيت بتوعنا، معانا مكعب من الزبدة بيساعد على إحمرار البصل سريعا. اللهم صل على النبي. بصلاية ناعمة يا عم الشيف، العب. اللهم صل على النبي. التحميرة الحلوة دي كده، ريحة البصل هتوجع عينك. حط البهارات بتاعة البصلة، من شوية الكمون الحلوين، كزبرة، توابل بتاعتنا العادية. طبعا في الحالة دي مفيش هنا دموع من البصل. والبتنجان بيتحمر في قلب الزيت، هقدم معاه صوص طماطم. شوية الرز الحلوين دول، البصلية كده خدت لون. ايه اللي ممكن ياخد معانا وقت في السوى هنا؟ البصلاية. بننزل بالثوم بتاعنا عشان ما ياخدش لون، ونقلب كده. اللهم صل على النبي. ننزل الرز بتاعنا يتفلفل بالشكل ده كده، الرز المصري. الله الله. نعم يا غالي، لا هي افضل حاجه تتعمل بالرز المصري. الرز المصري من خير ارضنا يتميز بالنشويات بتاعته والكربوهيدرات بتاعته الجميله الحلوه اللي كلها قيمه غذائيه عاليه جدا. هتقولي لي ايهما افيد، الرز المصري ولا الرز البسمتي؟ لا، الرز المصري. ده الرز المصري في قلب الحله، بنقلبه مع البصله مع التومه مع البهارات. الرز خد لون، اتفلفل على النار. عندنا بسله، عندنا جزر، عندنا مشروم حسب الرغبه زي ما انت عايزه. الزيت بيناديني، بتناديني تاني ليه؟ اهو شايفه الحلاوه دي، بص على الحلاوه هنا. نشوف موضوع الرز وصل لفين. اهو اتفلفل مع الزبده مع البصله مع التومه مع شويه البهارات. ننزل بالجزر بتاعنا، الله. ننزل بالبسله بتاعتنا الجميله الحلوه، البازلاء. البازلاء فيها سكريات كتيرة، غنية بالبوتاسيوم، مفيدة جدا لجهاز القولون لمشاكل الإمساك. كل ده بنشيله، بنقلب كل ده مع بعضه. الله، الحلة دي فيها كنز دلوقتي، كربوهيدرات ونشويات، بروتين. بروتين، انت عايز تشوف لحمه مفرومه عشان نقول بروتين؟
البروتين يا فندم موجود في الزبده، موجود في السمنه. مش لازم ان انا احط لحمه مفرومه علشان اشوف البروتين قدام عينيا. عايز بروتين نباتي ممكن نحط مشروم. والمشروم مع الاكله دي يفضل طبعا بيبقى كمان طعمه لطيف. شايفين الرز بيتكلم مصر في قلب الحله؟ اللون اختلف ازاي؟ مع الخضار مع الشكل البرتقاني اللي يفتح الشهيه. واللي عاجبني في الليله دي كلها القرن الفلفل اللي رايح جاي ده كده. اذا جوزك بيحب الحار خليه له في قلب الرز. ممكن تغرف الرز معاه مفيش مشكله. نروق الدنيا دي كده علشان نبدا ننزل بالشوربه بتاعتنا. عندك شوربه لحمه؟ اهلا وسهلا. عندك شوربه فراخ؟ برضو اهلا وسهلا. ما عندكيش لا ده ولا ده؟ لا تفكري ولا تحتاري. مع الشيف المغازي هتختاري. عندي بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والطماطم والحبهان وورق اللورو. عملت شوربه لطيفه وجميله اشتغلت عليها. باخد الشوربه دي يا عم الشيف واسقطها كده على الرز. اهو اهو. اللهم صل على النبي. زلزال في قلب الحله. بس خلاص ونقلب. شفت الشقاوه بتاعت المطبخ؟ تكلفه هنا ثلاثه تعريفه. كيس بسله من اي سوبر ماركت لطيف وجميل في الحته بتاعتنا. شويه جزر بشرناهم، بصلايه جميله حلوه حمراء مصريه، فص توم حلو من خير ارضنا، معلتين زيت زيتون مكعب زبده. اهلا وسهلا مع الرز المصري. خد شكل تاني وطعم تاني، قيمه غذائيه هتلاقي، شكل حلو وطعم حلو هتلاقي. نغطي الحله دي يا عم الشيف، نغطيها بالتاكيد. اهالينا قالوا ايه؟ اتقل على الرز لما يستوي. اه زي الفل يا عم الشيف. الرز عينيا هنشوفه دلوقتي مع بعض. رز جاهز اهوت يا غالي. بص على الحلاوه، شفت القرن الفلفل تلاقيه واخد القمه ازاي؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شفت البسله هنا مع الجزر؟ حطيت شويه مكسرات اهلا وسهلا. حطيت شويه مشروم اهلا وسهلا. عندك لحمه مفرومه برده مش هتقول لا؟ اه الرز ده حكايه. اه تغيير. اه الجزر هنا مستوي واخد سكه البرياني مع البسله والسكريات. لما يجتمع سكريات البسله مع سكريات الجزر مع الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده في الرز بالتاكيد الطعم هنا حكايه. اه ده مش هنغرفه دلوقتي، هنسيبه على النار كده لغايه لما نشوف موضوع الايه؟ الطماطم. حلوه. تعالوا نكمل مع بعض موضوع الرز وصل لفين. ده اللي يهمني. انت قلت الرز ده شيف مغازي مفيد وقيمته الغذائيه عاليه جدا، فيحتاج مني ان انا كمان اقدمه واغرفه. اللهم صل على النبي. حلو السرفيس ده. تعالى يا بطل. الحاجات الجميله على فكره لما تيجي تغرفي طبق حلو انت عاملاه بحب، لازم كمان تختاري الطبق اللي هتقدمي فيه الاكل. ده مهم جدا. وفي كل اكله بيبقى لها عدل في التقديم. ان انا مش هعمل الديك الرومي وخلاص. الديك الرومي الصعوبه في تقديمه، في ان انا اغرفه ازاي واقدمه. اقدمه مع شعريه ماشي، اقدمه مع مكرونه ماشي. شفت الرز ده كده؟ القرن الفلفل ده كده عايزه انا خليه كده على جنب. اللهم كانوا على البتنجان حلو. شايفه شويه الرز دول؟ اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ البسله هتلاقيها، الجزر هتلاقيه، الله الريحه الحلوه الجميله دي هتلاقيها. مش لازم شوربه فراخ او شوربه لحمه عشان تعملوا الرز ده. حل على النار فيها شويه ميه مع جزر مع كرفس مع بصل مع ثوم، شويه حبهان، شويه حب. عملت شوربه على النار. الشوربه دي تستخدميها في الاكل بتاعك. وانا ضد مكسبات الطعم في الاكل. امي رحمه الله عليها، كل امهاتنا ربنا يديهم الصحه وطوله العمر يا رب، كل البنات الحلوين، ما نستخدمش مكسبات الطعم لان هي هيبقى اكلك زي اكل الجيران، زي اكل الحبايب. طب وليه؟ طب انا اخلي الطعم بتاعي من بين اصابع ايدي كده زي الفل. وده مهم جدا على فكره. ما كانوش يستخدموا مكسبات الطعم اللي موجوده دلوقتي. دي بالتاكيد لها سلبياتها اكتر من ايجابياتها، ده الطبيعي يعني. الله. كفايه؟ حاضر يا غالي كفايه، نسمع كلامك يا برنس. جرنش بتاعي زي ما انت حابه، ممكن عودني نعناع لطيف، شويه روزماري. طبقين الاثنين كل واحد فيه حكايه، كل واحد فيه حدوته، كل واحد فيه خبره طهويه. ممكن
مخرجنا بيقول لي ممكن احط مشروم مع الطبق ده، ممكن تحط مشروم يا غالي. حلو. الطماطم اخبارها ايه؟ في قلب الفرن، نبص عليها. عندي بصل اخضر هنا، انا من عشاق البصل الاخضر. شفت الجرنش طلع معايا لوحده؟ اه بغريه. حط البصل الاخضر ده عدل الاكله دي على فكره زي الفل. الاكل بتاع النهارده بساطه، سهوله، مرونه، ولكن للامانه الخبره الطهويه فيه اعلى وغالبه على الموضوع. الطماطم عملتها بشكل جديد، بنيت الهرم الغذائي جوه شريحه طماطم من كل العناصر بتاعته. عملنا البوفتيك بتنجان يحب الاولاد الصغيرين يحبوه طبعا. الرز الجميل ده بهديه لكل ام عظيمه، لكل سيده حامل، لان البسله هنا غنيه بالبوتاسيوم، واحنا لما بنشوفها قدام عينينا يا اما بنشربها شوربه يا اما بناكلها مع خضار سوتيه. فايه المشكله لما اعمل طبق فيه كربوهيدرات ونشويات وفيها جزر وفيها بسله؟ هو ده المضمون بتاع الاكله بتاعتي. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.